المخدرات بشتى أنواعها، الكيف المعالج، المهلوسات وغيرها، محاولات كثيرة لتهريبها إلى الجزائر ما تزال مستمرة من قبل بارونات ومروجي السموم. لكن الجزائر وضعت كل جهاتها الأمنية في وجه هؤلاء لتتمكن المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار الغير المشروع بالمخدرات من حجز كميات معتبرة من هذه السموم خلال السداس الأول لهذه السنة. 652272 قضية تورط فيها 72959 شخص، مع حجز 2 طن و728 كيلوغرام من راتنج القنب، 135 كيلوغرام من الكوكايين، 336 غرام من الهيروين، و 6,648,386 قرص من مختلف المؤثرات العقلية. مجهودات أمنية متواصلة مكنت من حجز قناطير من المخدرات وتوقيف شبكات إجرامية تحاول المساس بأمن واستقرار الجزائر، وهذا بفضل الدقة في التحري والتنسيق بين أفراد المصلحة. 116,924 قضية تتعلق بجميع الجرائم المتعلقة أساساً بالتهريب، الشحن، النقل، البيع، الشراء، التوزيع والسمسرة والترويج وحتى الاستهلاك. فرق مختصة في محاربة أكبر البارونات التي تحاول إغراق الجزائر وشبابها بسمومها باستخدام شتى الأساليب، ولكن يقظت المصالح الأمنية حالت دون ذلك.